الراجل والست ايد واحده مفيش واحد فيهم دوره اهم من التاني كل واحد ليه دور وليه رساله واحنا في برنامجنا ضد الرجاله عفوا اشباه الرجال بنعرض معاناه الستات مع اشباه الرجال تابعوني على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي في مؤخرا على السوشيال ميديا مصطلح كده طلع كل الجروبس وكل الاكونتس وكل البيجز على السوشيال ميديا كتبت عنه وكل واحد قاعد يفتي اللي هي السابيو وهنا قالوا لك ايه هو السابيو ده قالولك غرام العقول طيب قلنا بقى نشوف ايه غرام العقول ده يا جماعه ففسروه على السوشيال ميديا ان غرام العقول ده ان انا أعجب بحد عن طريق فكره أو عن طريق كلامه أو عن طريق شخصيته وهو بيتكلم أو هو بيتكلم أنا معجبة بيه فبالتالي هنا بقى الرجالة ذاته في الزيطة وخدوها أن هو إيه ساب الست كلها بانوثتها بشكلها بجمالها بحلاوتها بنجاحها بكل حاجه ممكن يعجب بيها ومسك في تفكيرها بقى كل واحد يدخل على الخاص للبنت يقول لها ايه انا على فكره انا سابيو يا راجل يعني عشان البنت كده بقى فالبنات بقى تطير بقى وتطمن ده مش بصص لاي حاجه ده معجب بتفكيري ومعجب بطريقه كلامي وباسلوبي ايه يا جماعه ده يا جماعه ده هو ده بجد طبيعي انا من الناس اللي لما قريت البتاع ده بصراحه ضحكت قلت هو في كده هو اي حاجه بنقولها وخلاص فبدات ان انا ابحث في الموضوع واتكلمت مع الناس اللي بتفهم علماء النفس والاستشاريين النفسيين والناس الضليعه في المواضيع اللي زي كده وبدأت لهم يعني ايه يا جماعة في واحد اتنين تلاتة بيحصل قولولنا بس ايه الدنيا دي وهل احنا فعلا احنا قدام واحنا مش حاسين باللي بيحصل في التكنولوجيا ولا ايه الدنيا ؟ انا اول مرة نسمع عن حاجة اسمها غرام العقول دي فطلع ان غرام العقول دي او السابيو سكشوال ده اصلا اضطراب شخصية يعني حد مريض نفسي يعني اللي عنده سايبو سكشوال ده عنده اضطراب شخصية بمعنى ايه ان هو ما بيستشارش ما سوري ما جنسيا في العلاقه الا لما يشوف الشخص اللي قدامه بيتكلم او مثلا مناظره بيقولها في محاضره او طالع بيقول مثلا في مؤتمر او بيقول مناظره على التلفزيون فانا هنا استثير جنسيا لما اشوفه بيتكلم انتوا متخيلين انتوا متخيلين انتوا بتقولوا يعني ترجمتوها ايه وهي في اساسها ايه يعني انت داخل تقول للبنت انا ما عندي اضطراب شخصية انا مريض نفسي من غير ما نفهم هو احنا فهمناها غرام العقول فالبنت هتفهم ان انا مش طمعان فيها جنسيا فيلا هت ايه هتفرح وتصير باقي هو ايه يا جماعة هو ايه بجد هو احنا بنطلع من جلدنا ولا احنا بنتلون ولا احنا مش فاهمين ولا احنا بنخرج عن المألوف ولا احنا اي حاجة اي حد يجي يقول لنا اي حاجة ويطلع اي مسمى يسميه مثلا بتنجان فاحنا نقول ده بتنجان ده واحد اتنين تلاتة ويلا كلنا نجري ورا البتنجان عشان ناخده ونشتريه ونجربه ونفرح بيه بقى كله بيبيع لنا الهوا في ازايز واحنا فكرنا مندرج وماشي ومصدق من غير ما نبحث ومن غير ما نفهم كأن عقولنا بقت مستسلمة للسوشيال ميديا والخرافات والمصطلحات الفيك الخزعبلية اللي بنسمعها يا جماعة السابيو سيكشواليتي ده اضطراب شخصية علماء النفس قالوا ان ده اضطراب شخصية ونادر جدا وجوده بيكون يعني من من الميت الف حالتين انتوا متخيلين؟ يعني حتى علماء النفس بيقابلوه قليل قوي فاحنا لخصنا العلاقة في انه السابيو <سؤال> ده شخص سوي شخص مش طمعان فيا ولا في جسمي ولا في في ولا عنده شهوه ناحيتي ازاي احنا 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 مصنفين من الدول الاولى على العالم مشاهدات موقع اباحيه يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه احنا هنا بنستصر بحاجات كتير قوي كشعب مستصر جنسيا ب يعني تقولوا لي واحده مجرد ما اتكلم فهو خلاص انبهر بيا وحبيت ايه ده كده يا جماعة بجد بجد بيتضحك على عقولنا وبنندرج ورا شائعات وخرافات في السوشيال ميديا ومسلمين دماغنا وخلاص بقى اللي بيتقال ماشيين وراه لنا احنا كده يعني مثقفين واحنا كده متعايشين مع العصر واحنا كده كول cool واحنا مش فاهمين حاجة اصلا لا احنا مش فاهمين حاجة احنا خلاص ثقافتنا بتنحدر بندرجنا ورا السوشيال ميديا زي مثلا أه حد من من علماء النفس قال لي زي ما تيجي واحده تقول لي أه انا أه اكتر حاجه شدتني لجوزي طريقه تفكيره واسلوبه في اداره الامور و و و واسلوبه في الكلام اوكي حبيبتي تمام هل بقى انت لو ما شفتيهوش وهو بيتكلم او بيدير الحوار او كذا سوري يعني مش هتتصاري جنسيا معاه اكيد لا طبعا اكيد لا طبعا الشهوه والاثاره الجنسيه ملهاش علاقه باللي انتوا بتقولوه ده ولا بالاختيار ده سبيو سيكشوال يا جماعه انا انا اول ما قريت كلمه سيكشوال حسيت ان في حاجه غلط انا كبني ادمه بفكر بعقلي وعندي تطلع ان انا ابحث وافهم مش رمي عقلي للناس يلعبوا بيه حسيت ان في حاجه غلط لا لازم نفهم فانا جايه النهارده اقول لكم ان السابيو سيكشواليتي ده شخص هو عنده اضطراب شخصي مش شخص مش طمعان في جسمك ولا عنده شهوه ناحيتك ولا هيتجوزك عشان غر... عنده غرام بعقلك مفيش حاجه اسمها كده مفيش حد بيغرم بالعقل كلمه غرام عقول دي مش موجوده اصلا انتوا عارفين يعني ايه غرام يا جماعه شخص بينغرم بيكي وشخص بينغرم وبيندرج ليكي ب... 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 بقلبه وبعواطفه وبشهوته احنا بني ادمين الطبيعة البشرية بتقول كده ان الاستثارة الجنسية بين الجنسين بتيجي بطرق معينة مش معنى ان انا اعجبت باللي قدامي عشان شكله او طريقة تفكيره او اسلوبه او نجاحه يبقى ده اللي هيخليني اكمل معاه في العلاقة او يبقى فيه بيني وبينه ولاد وحياة غلط ياريت نفكر ونرتب تفكيرنا قبل ما نندرج تحت اي اشاعة بتحصل يعني اشاعة بتحصل في السوشيال ميديا او خرافات او مصطلحات لان بكرة هيطلعوا مصطلح تاني اسمه فتحي وهنجري وراه مصطلح تاني اسمه حنفي وهنجري وراه لا احنا عايزين يبقى عندنا عقل ونفكر وندرس ونعمل سيرش مش عيب نبحث ونفهم عشان محدش يبقى آه بيلعب في عقلنا ويبقى لنا الهوا في ازايز واحنا نبقى زينا زي الجهله زي اللي مش فاهمين زي اللي ما درسوش زي اللي ما نكحوش احنا كده ما فرقناش سوري يعني آه نجيب بقى عربيه بطاطا ونمشي بيها في الشارع وخلاص كده وننسى بقى التعليم والدراسه وال... والتكنولوجيا ربنا رب... يعني التكنولوجيا دي اتخلقت في حياتنا او اتعملها او ال... كانت من صنع البني ادم اه بس طبعا بعد الله عز وجل بفضله عشان تفيدنا مش عشان تأخرنا استنوني في الفاصل اللي جاي عشان معانا موضوع مهم برضو جدا هستناكم بعد الفاصل <applause> رجعت لكم بعد الفاصل ومعانا سؤال مهم قوي كانت بتسالني عليه بنوته وهي ازاي احافظ على الشخص اللي بحبه او اللي هرتبط فيه في بدايه العلاقه اول حاجه بنقع فيها كلنا وهي ان احنا بنبدا نحكي ونتكلم في الماضي الكلام في الماضي بيوصلنا لمرحلتين يا اما الشخص ده بيعرف او بيوصله مسدج انك فاشله في علاقاتك او بيكون في حاجات معينه انت عشتيها هو معش ظروفك معاها فيها فمتيجي تحكيها له طبعا مش بتحكي له ادق التفاصيل فبيبدا يبقى عنده شكوك ناحيتك فهنا نصيحتي فبلاش نتكلم في الماضي على على راي عمرو دياب الماضي ده كان كله جراح تاني حاجه الغيره بلاش في بداية العلاقة أبين للشخص اللي قدامي إن أنا بغير عليه بزيادة قوي لأنه لو حس إن أنا بغير عليه قوي فمعناها إن أنا بحبه قوي فهيبطل إن هو يبقى فيه الحاح او يبقى في ملاحقه في العلاقه عشان يوصل ليكي تاني حاجه يا اما هيبدا ان هو يخبي عليكي ولما يبدا يخبي عليكي وانت تعرفي فهتحصل مشكله ولما تحصل مشكله هتحصل خناقه فبالتالي هتطلعي انت الشخص الوحش آه اللي بينكد وبيعمل مشاكل في العلاقه لا الافضل ان انت تسيبيه يتعامل بحريه لان احنا عايزين نعرف شخصيته وطباعه الحقيقيه ايه آه مش عايزينه يبقى فيكم مش عايزينه يبقى حريص في التعامل او في طريقه آه آه، ادارته للامور عايزينه نتعامل بحريه لان احنا عايزين نشوف شخصيته الحقيقيه ثالث حاجه وهي الحريه بلاش الشخص في بدايه العلاقه يحس ان انت ممكن تبقي الشخص اللي بيكبث حريته او بيضايقة او يخنقه اي نعم كتير مننا كبنات وخصوصا الستات بيكونوا عندهم شويه تحفظات اللي هو انا خارج مع اصحابي بلاش تقولي لا ما تخرجش مع اصحابك ولا انا بتضايق ولا تخرج مع اصحابك ليه وتسيبني ما ينفعش في بدايه العلاقه يحصل ده بس تقدري توصلي له بطريقه ما ان انا بتضايق من التجمعات اللي بيكون فيها ولاد وبنات ومش الطبيعي اصلا ان انت يكون عندك اصحاب بنات وطالما في تجمعات فيها ولاد وبنات فالافضل ان انا اكون معاك فيها بطريقه شيك كده آه عشان هو يفهم لوحده ان الحريه حاجه والحدود الشخصية حاجة تانية انت هنا بتحطي حدود شخصية ليكي فهو هنا بيعرف حدودك الشخصية وانت بتعرفي حدوده الشخصية ايه مع الاخرين او في المحيط بتاعه او بطريقة تصرفه بحرية فبالتالي بتقدري ان انت تختاري بجدية وبحرية الشخص ده مناسب ليكي او لا رابع حاجة وهي المهمة العصبية نتجنب العصبيه في بدايه العلاقه طبيعي ان هيكون في مشاكل بينكم وبين بعض في البدايه كل واحد هيدافع عن نفسه عن ارائه وهيحاول يدافع عن نفسه في المشكله اهم حاجه حاجتين في موضوع العصبيه دي ما على الشخص وهو متعصب لان ردي عليه ممكن يخليني اكون متسرعه او اقول لفظ او اقول حاجه تضايقه او حاجه تجرحه فده يبوظ العلاقة من بدايتها تاني حاجة اعرف سبب العصبية ايه عشان بناء عليه اقول هو كان حقه يتعصب او اقدر الموقف او لا او هو بني ادم بطبعه عصبي وهجومي بمعنى ايه لو مثلا جه قال لي مثلا أنتي نزلتي رحتي الكافيه الفلاني وقعدتي فيه لوحدك وازاي تعملي كده ومش عارفة ايه في المطلق انا معملتش انا شايفة ان انا ما عملتش حاجة غلط وهو ليه يتعصب عليا وده بس في الخلفية خلينا نحط ان هو ممكن يكون اتعصب لأنك كنت قاعده في الكافيه وفي رجاله بتبص عليه او كنت لابسه مثلا دراس عريان شويه فكانت العيون عليكي وهو طبيعي كراجل حصل له غيره او حاطه ميك اب زياده شويه فطبعا كنت مال يعني لفت الانظار فطبعا كطبيعه اي راجل هنا حطيناها في قصه الغيره فلو فهمتي هو ليه اتعصب وتقولي له انا الموضوع ما كانش كل ده انا فاهمه ان انت اتعصبت عليا عشان واحد اتنين, اتنين، تلاته اربعه وانا ده هراعيه ومراعيه جدا ومقدره ان انت ممكن تكون اتعصبت بسببه بس خلينا بعد كده ندير الموضوع بشكل احسن من كده من غير عصبيه ومن غير خناق عشان العصبيه ممكن توصلنا لطريق مسدود هنا الاربع قواعد دول او الاربع حاجات دول تقدري تحافظي بيهم على شخص ناويه تبني معاه علاقه حب او علاقه جواز او علاقه مستمره في العموم هستناكم الحلقة الجاية من ضد الرجالة مع دينا أبو العلا وما تنسوش اللايك والشير وما تنسوش تتابعوني على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشة اللي.